في متابعة أيضا لهذا الموضوع ينضم لنا دكتور عادل البلبيسي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا. دكتور عادل، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. يعني ما هي آخر تطورات الوضع الوبائي لدينا، وخصوصا أننا سجلنا حالات من المتحور الجديد؟ نعم يا سيدي، يعني سجلنا حالتين من المتحور الجديد، حالة قادمة من الخارج وحالة تم تسجيلها هنا في عمان وليس لها أي تاريخ لسفر خارج المملكة. وضعنا الوبائي سيدي إذا نظرنا إليه في الأسابيع الأخيرة، بالرغم من ما يقال على أنه هناك ارتفاع في أعداد الحالات، إلا أنه لو نظرنا لهذه الارتفاعات ما بين الأسابيع الأربعة الأخيرة بنلاحظ انه كان في هناك انخفاض في اعداد الزياده. يعني نعم هناك في ارتفاع، لكن الزياده ما بين اسبوع واسبوع هناك انخفاض في اعداد الزياده. كان في عندنا نسبه الزياده 30% قبل 4 اسابيع، انخفضت الى 17%، وبالاسبوع الاخير ايضا انخفضت الى حوالي 10%. المؤشرات ايضا، يعني كل مؤشرات كان من ناحيه اعداد الحالات او اعداد النسب الايجابيه، برضه ما ارتفعت عندنا نسب كثير، ارتفاعها كان حوالي 6% فقط. كل هذه المؤشرات بتقول تقريبا يعني انه احنا يمكن ان نكون قد وصلنا الى ذروه هذه الموجه، او إذا لم نصل بنكون إحنا قد يمكن على بعد أسبوع واحد من وصول إلى ذروة هذه الموجة. نعم، طيب الآن في أعداد جديدة للذين أصيبوا بالمتحور الجديد؟ لا، هذول الحالتين فقط. فقط هذا ما تم رصده حتى هذه اللحظة؟ هذا ما تم رصده حتى الآن أو ما تم تأكيده حتى الآن. طيب نعم. كان في تصريحات من المكافحة الأوبئة لأنه بانتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحور، وأنه ممكن يكون قد تحور في الأردن. يعني ممكن يكون هذا الكلام فعليا؟ هل لمسنا أي دليل علمي على هذا الشيء؟ في الغالب لا طبعا، يعني المتحور يعني كلنا بنعرف أنه هذا المتحور يمكن هو حصل في جنوب أو اكتشف في جنوب إفريقيا، لا نعرف أين حصل هذا التحور، لكن اكتشف في جنوب إفريقيا، وغالبا هو يأتي مع من الخارج، من زي باقي دول العالم، يعني أتى من الخارج. نعم. فئات الإصابات هل هي محصورة بفئة معينة؟ لا، كل الإصابات، كل الفئات المعينة، كل الفئات أصيبت بهذا المرض. يعني إذا بتطلع على أو إذا كان قصدك من السؤال هل هو محصور في طلاب المدارس، طلاب المدارس سيدي في الفئة العمرية 10 إلى 17 سنة كان انخفضت نسبة الإصابة بينهم في الفترة الأخيرة وفي الأسبوع الأخير انخفضت إلى 22%. يعني بتذكر أنه كنا دائما نقول أنه نسبة الإصابة بين الفئات العمرية كانت حوالي 30 إلى 35%، الآن انخفضت إلى حوالي 22%. فكل الفئات العمرية فيها هناك عندنا إصابات في هذه الفئات. نعم. دكتور، بالنسبة للجرعات، بإمكان أي مواطن الآن أن يتلقى الجرعة الثالثة أم ماذا؟ نعم، بإمكان أي مواطن أن يتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح، بحيث أن يكون قد مضى على الجرعة الثانية 6 شهور. أي شخص من 18 سنة فما فوق مضى على تلقي الجرعة الثانية 6 شهور أو أكثر، بإمكانه أن يتلقى الجرعة الثالثة في أي مركز من مراكز التطعيم المنتشرة في أنحاء المملكة. بخصوص فعالية اللقاحات فيما يتعلق بالمتحور الجديد سيدي، يمكن كل المؤشرات الأولية بتقول أنه المطاعيم ما زالت فعالة ضد المتحور الجديد، لكن يجب أن ننتظر أيضا إلى يمكن إلى نهاية هذا الأسبوع قبل ما تطلع لنا دراسات جديدة حول الموضوع، أو شركات المصنعة للقاحات تخرج إلينا بطريقة واضحة ما هي نسبة الفعالية لمطاعيمها ضد هذا الكورونا، ضد هذا المتحور الجديد. لكن بصورة عامة ما زالت هذه المطاعيم فعالة ضد المتحور الجديد، وممكن تكون فعالة ضد أي متحور. أخيرا دكتور، يعني الآن إحنا تجاوزنا
المليون إصابة، وكذلك أعداد الذين تلقوا اللقاح بالملايين. في سؤال أنه هل يمكن أن نصل إلى موضوع المناعة المجتمعية أم ماذا؟ إذا المناعة المجتمعية في ظل المتحورات أصبحت يمكن أمر بعيد المنال. إذا بدنا نوصل للمناعة المجتمعية فيجب أن يكون في هناك نسبة عالية جدا من الأشخاص، إما المطعمين أو الذين تعرضوا سابقا للإصابة. يجب أن تكون هذه النسبة أكثر من 85% حتى نصل إلى نسبة المناعة المجتمعية. لكن دخول أي متحور من هذه المتحورات ممكن أن يؤدي أيضا إلى أنه هذه المناعة المجتمعية تكون شيء من الماضي. نعم، دكتور عادل البلبيسي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.